نجا من المقصلات. هاي الكره محاوله للوفاق داخل منطقه العمليات، ولكن الحارس على مرتين يوصل لربيع رئيس التدبيق، هو ربيع وبين احضان الحارس ناتاش بكير. لا وجود عليه، خطا سريع سريع وخطيره، سريع وخطيره، سريع هاميو. اول اهداف المباراه، السريع والخطير حاميه يتمكن من فتح باب التسجيل ومنح الأفضلية لشبيبة الثورة في الدقيقة 32، يمنح الحرارة للمباراة بالهدف الأول. هاي الانطلاقة، وبعد ذلك كرة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس، الزغبة يعلن عن تسجيل أول أهداف المباراة. واحد مقابل لا شيء لحامي. هاي الكرة وصلته كما ينبغي في وقت مناسب، وكانت هناك المساحة المناسبة، والكرة الأرضية مباشرة في شباك الحارس. زغبة سريع جدا، بعد القائم من حامية. طبعا أهداف دائما تنعش المباراة، تغير وجه المباراة وصورة المباراة. والهدف الحارس، الأهداف كما قلت هي الرأسية. كرة بينية، كرة بينية لفرحاني، يحاول فرحاني الحارس نتاش يتمكن من إنقاذ الموقف ومرماه بدقة متناهية بخمسة لاعبين في الجدار الدفاعي أمام الكرة. جهنيت، جهنيت بعيدة، ممتازة الإخوان. خوالد انطلق على الجهة اليمنى، صعبة الكرة، صعبة هذه الكرة على دفاع الوفاق، صعبة الكرة هذه على دفاع الوفاق. راية مرفوعة ودعي التسلل. لحظة خروج الكرة كان متقدم المهاجم، تعود من جديد للوفاق. سيدون بيلية ممتازة، هاي محاولة المرور داخل منطقة العملية. هناك خطا يقول الحكم للحارس ناتاش، محاولة الدخول بالكرة. كاكي دائما موجود، سيدو يسترجع الكرة بامتياز، توزيعة العرضية الراسية والحارس ناتاش بقوة كبيرة جدا. ناتاش بارع، يتمكن من إخراج الكرة وتحويل الكرة إلى ركنية. رمي التماس ملعوبة، الحكم السيد بوزرار يعلن عن نهاية المباراة 90 دقيقة بهدف مقابل لا شيء.